تستدرجيني للحديث عن نفسي؟ فلو هذا حقيقي فأنا هعمل كده بكل سرور في شكل أغنية. لم أكن بتلك الروعة من زمان، كنت قشريا مملا، لكني اليوم أحيا بقلب سعيد، لقد أصبحت جميلة. أرجلت عليك بالإنصاع لصوت قلبك بالذات، أقول لك أنا رأي سريع غير صحيح. كم أهو غريب مثل كنزل في سفينة مغلوب، يكتشف فيزهو بريقي مثل عبد ذي بريق كلب النور، والهدف الأسمى منتهى الغلا تسرع نحو اللمعان، بل ها وتأتي بالمئات إلى مصدر اللمعان. أنا كسلت عود دوما أكل بجنون. يا طبعا كسلت عود، لقد عدت أنا عطماوي. ما رأيك؟ يا للحظ أمر عن سوء الأداء، تلك نهاية الأسطورة. صارت أشكالك فوضى يا للعار، أنت لم تعد معوي الذي كان، إلا أنك أعطيتني الإلهام برسم وشمك هذا، في الجسم أيضا صار فنا في أعوام، وأنت أحب طريقي، أنت لا لأك الماسي في الكرة، والأسباب بريق أشيائي، إن حاولت كسري لن تخدش الصدر. فأنا متين يا مسكين، حاول إن أرى أنت وهم زائل من خيال، لا تحسن القتال سوف أقتلك، ثم أنزع من صدرك نبض قلبي، تخلى عنك جميع من كنت ترجو أن يعيدوك بطلا كان.